الموقع من ميدان سباق الهجن العربي الأصيلة، ميدان عشاق هذا التراث العربي الأصيل. إذن على بركة الله وحفظه ينطلق الشوط الرابع عشر، وتنطلق معه الأمال خاصة بالجعدان الأصايل من سن الإذاعة. المسافة المصحوبة لهذه الفترة الصباحية هي 6 كيلومترات لسن الإذاعة، ومع الإبداع نبحر مع المركز الأول ومع الصدارة ومع قيادة هذا الشوط. هناك من ينطلق مع بداية هذا الشوط، هناك على المركز الأول والصدارة والقيادة من ينطلق مع البداية حامل رقم 56 غير مدون لدينا في الكشف، بينما أو شعار، ولكن أشوف المركز الثاني، أشوف اللي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط من ينطلق مع بداية هذا الشوط. هناك الباز لمحمد بن حزام بن زايد بذليلة المري، بينما المركز الثاني، المركز الثاني من ينطلق مع المركز الثاني بهذه اللحظات، يتواجد تواجد جميل على المركز الثاني، راهيل عمهي بن صالح بن عمهي بن حميد المنصوري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث يا سلام من يصلنا على المركز الثالث، يتواجد قشام لصالح بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت من يأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع يا سلام يتواجد على المركز الرابع، هناك صدام لسعيد بن سالم بن سعيد الرميثي من ياتينا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس او هناك من ياتينا على المركز الرابع يتواجد تواجد جميل. توقى احمد بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي، بينما المركز الخامس، الله يا الاندفاع، المركز الخامس ياتينا الديب لفاتح بن غزر بن عبد الله المرجاني من يأتينا على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى والنداء الأول لهذا الشوط. أتابع أراقب ماذا يدور مرة ثانية على المركز الأول والصدارة والقيادة، من ينطلق مع بداية هذا الشوط ومن يسيطر كل السيطرة على بداية هذا الشوط. هناك التحدي والإثارة والإصرار والقوة وقوة هذا الشوط. جائزة هذا الشوط هي عبارة عن سيارة مقدمة للمركز الأول بهذا الشوط. يا سلام، أعود مرة ثانية إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة وإلى القيادة، من ينطلق مع بداية هذا الشوط ومن يسيطر كل السيطرة. هناك يا سلام المارد، المارد يأتينا المحنة بن محمد بن محنة بن لواء العامري، من ينطلق مع بداية هذا الشوط ومن يسيطر كل السيطرة، بينما المركز الثاني، القدوم على المركز الثاني، من يتواجد على المركز الثاني. يا سلام، التواجد، التواجد، التواجد جميل على المركز الثاني. يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا الاندفاع، اندفاع والتحدي رايح مع هذه الفترة الصباحية. هناك اللي على المركز الثاني وغير على المركز الأول بهذه اللحظات لمحمد بن محمد بن 70 المحرمي، من ينطلق مع المركز الثاني بينه وغير على المركز الأول، بينما المركز الثالث، يا سلام، التواجد على المركز الثالث والإبداع الرايح على المركز الثالث. هملول اللي على المركز الثالث محمد بن مهير بالصوب الكتبي، من ياتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ايضا القدوم على المركز الثالث من الجزء على المركز الرابع حامل رقم 24 يتواجد اللي على المركز الرابع. يا سلام، هناك الابداع الرائع لهذه الفتره الصباحيه ولهذا الانطلاق الجميل. الله يا الاندفاع، اندفاع وتحدي رايح من شاهين لطالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، من ياتينا. اذا هناك اشوف اللي على المركز الاول والصداره وقياده هذا الشوط، ما اشوف اللي اعود مره ثانيه الى المقدمه والى الصداره والى قياده هذا الشوط. هناك التحدي والابداع الرائع. يا سلام، يا سلام، اشوف اللي غير على بدايه هذا الشوط، ينطلق حامل رقم 32 من ياتينا بهذه، اذا في هذه اللحظات لمحنة بن محمد بن محنة بن لواء العامري، من ينطلق مع بدايه هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني من ياتينا على المركز الثاني بهذا الحظات، ولد مطيله لاحمد بن خزع بالعثه العامري او مطينان، اللي على المركز الثاني لاحمد بن خزع بالعثه العامري، من ياتينا على بدايه على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث، يا سلام،
المركز الثالث، من يصنع على المركز الثالث ويأتينا بهذه اللحظات على المركز الثالث. يا سلام، من يأتينا على المركز الثالث بهذه اللحظات، يأتينا لمحمد بن راشد بن صالح بن حرير المزروعي، من يأتينا على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، يا سلام، المركز الرابع، الوصول على المركز الرابع بهذه اللحظات، يتواجد تواجد جميل على المركز الرابع، يا سلام يا سلام، المركز الرابع اللي من الجانب الآخر يحمل رقم 17، من يأتينا بهذه اللحظات لبندر. إذا هناك أشوف الأمور مع المراكز الأولى ومع قيادة هذا الشوط ومع كل المنطلقين، مع كل المتابعين، مع كل المنطلقين، يا سلام، أشوف اللي على المركز الأول والتحدي والرقص الجميل والمميز اللي على بداية هذا الشوط ينطلق انطلاقة مميزة، حامل رقم 59، من يأتينا بهذه اللحظات، يأتينا على المركز الأول محمد بن راشد بن صالح بن حرير المزروعي، من ينطلق مع بداية هذا الشوط، بينما المركز الثاني، يا سلام، المركز الثاني، من يأتينا على المركز الثاني وينطلق بهذه اللحظات، قدمنا يا العمري إلى المركز الثاني، أشوف حامل رقم 21 من يأتينا على المركز الثاني، ولكن ينطلق من شعار محمد بن خميس بالصوب الكتبي، من يأتينا أو حامر رقم 29 من يأتينا هناك، محمد بن مهير بالصوب الكتبي، من يأتينا على المركز الثاني واسمه هملول، بينما المركز الثالث وصل شعير سعيد بن حمد بن نابت بن خيله العامري، ينطلق مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع الله حامل رقم 83 النمري، من يأتينا على المركز الرابع بهذه اللحظات، ويأتينا رابعا يتواجد على المركز الرابع، يا سلام يا سلام، اللي يأتينا على المركز الرابع، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة ومع القيادة، يا سلام يا سلام يا سلام، العاصف 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 سعيد بن نابت بن خيلة العامري، من ينطلق مع بداية هذا الشوط، بينما المركز الثاني لمحمد بن الخميس بالصوب الكتبي، من يأتينا على المركز الثاني، ولكن العودة 100 متر الأخيرة يا أبو نابت، 100 متر الأخيرة الباقي والمتبقي إلى السيارة وإلى الناموس، سلام دورة الإمارات، سلام سلام عيناوي، سلام سلام للهيار، سلام تهانينا والنموذ لسعيد بن نابت بن خيله العامري، المركز الثاني لمحمد بن خميس، لمحمد بن معير بالصوب الكتبي، المركز الثالث شعار المركز الثالث شاهين لسعيد بن راشد بن غدير الكتبي، المركز الرابع، المركز الرابع الجوكر اللي على المركز الرابع لعبد الله بن سعيد بن حسن الخاطر، والمركز الخامس، المركز الخامس من صن خامسا الحذر لعلي بن راشد النعيمي، من يصنع المركز الخامس، هذه كانت النتيجة للخمسة المراكز الأولى، أعود بالتهنية لسعيد بن نابت بن خيلة العامري على التوقيت الزمنية. التوقيت الزمني 9 دقائق و21 ثانية و87 جزء من الثانية، التهاني ناموس سعيد بن نابت بن خيلة العامري، بينما المركز الثاني، وصلنا على المركز الثاني لمحمد بن مهير بالصوب الكتبي، التوقيت الزمني 9 دقائق و23 ثانية و47 جزء من الثانية، تهانينا والناموس، المركز الثالث لسعيد بن راشد بن غدير، التوقيت الزمني 9 دقائق و25 ثانية و85 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.